أرز نادر صار معنا أنكر جديد. دائما أنا هالنكتة عن جد لازم أطلع منها. كل ما يكون عندنا جاست أرز قبل ما أهل فيك دائما بقول لهم هيدا أنكر جديد، عرفتي؟ مش هيك عم فسر لك الجوك. فألو سارة فيك بقت أم تي في. أنت جيت معنا بآخر سيجمنت على الجاست بيقطع بأول سيجمنت، ولكن كان في عجقة سير. خلينا نقولها، خلينا نحكي أول حلقة عن عجقة السير. بما إنه أنت علقت بعجقة السير، شو أحلى عجقة عندك؟ وين أحلى عجقة بلبنان؟ كل مطرح عنده العجقة الخاصة. أرز نادر جاي يحكينا عن عجقة السير بلبنان. اوكي عم بمزح، اكيد مش هذا الشيء، اكيد كلكم سمعتوا بالابلكيشن اللبنانية واللي هو صممها أرز نادر بشخصه. اكيد خبرنا اكثر عن هالابلكيشن. اول شيء شو اسمه، شو التايتل تبعه؟ الابلكيشن اسمه اتس ا جيم، اسمه بيردي نم نم. اوكي عملناها تقريبا من شي 8 اشهر، بلشنا شغل عليها، كنت انا وخيي وشاب رفيقنا لبناني فرنساوي اسمه جيسي. انتم شو اختصاصاتكم؟ انا جرافيك ديزاين، خيي عامل ماركتينج بزنس، وجيسي انتو بروجرامينج اكثر. يو كومبليت ايتش اذر. يو كومبليت ايتش اذر. وهلا نحن كان عندنا باك جراوند، يعني انا بيرسونلي عندي باك جراوند شي 3 سنين انتو موبايل وورلد، وخيي زاد شي وجيسي زاد شي، سو هذا الشيء خلينا نجتمع ثلاثتنا سوا ونطلع بهيدي الجيم بفكره بيردي نم نم. شو فكرتها؟ اجمالا بيردي نم نم هي يعني بلشت الاسم كل العالم تتساءل شو هو بيردي نم نم. الانجري بيرد بيردي نم نم يعني ايت فود فود تقريبا تقريبا. بيتر سيلرز بموفي له ذا بارتي اسمه قديم الموفي، استعمل هيدي الجمله بيردي نم نم. سو هون نحن خلينا يكون في هالكيوريوزيتي عند اليوزر، وقت يقرا بيردي نم نم يكون عنده هالكويشن مارك. هيدي خيك والماركتينج صح؟ اكزاكتلي. سو تحية بيكون في عنده هالكويشن مارك براسه، بفوت على الاب ستور بيردي نم نم بيعملها داونلود، اتس فور فري ناو. صار لها لايف تقريبا شي شهر، صرنا عاملين اولموست هاف ا مليون داونلود. واو اميزنج اميزنج. وفور فري؟ يا. وين عم بيكونوا الداونلودز اكثر شيء؟ بالدول العربيه؟ بالعالم العربي؟ بالدول العربيه بيسكلي كونسنتريتد ب كي اس اي. اذا بدنا نرجع نذكر تحديدا بنلاقيهم على الاب ستور اكيد. على الاب ستور. انتوا قديش لكم نازلينها؟ 6 اشهر قلت لي؟ لا نحن صرنا 6 اشهر 7 اشهر تقريبا عم نشتغل عليها. دكور. صار لها شي شهر تقريبا لايف. واو. طيب وفيك تخبرنا اكثر عن الكونسيبت تبعها؟ بما انه هلا كل العالم عم يحضرونا فيهم يفوتوا على الاب ستور يكتبوا بيردي نم نم، هلا فينا نحطها كمان كيف بيردي على سكرين هذه عم تشوفها. اكزاكتلي. ابلكيشن على الاب ستور بيردي نم نم، فيك تخبرنا اكثر شوي عن هالكونسيبت يلي اكيد هي بس انه فكره بعدين حتطلعوا بعد ابلكيشنز اكثر بحس. بهذا الموضوع هي اجمالا نحن طلعنا بكونسيبت بيردي نم نم. بيردي نم نم بلشت الكونسيبت تبع انه ساينتست ب 2011 بدبي كانوا بيعملوا اكسبيرمنتيشن على بيردز ان اوردر تو ميك ذم فريندلي وكرمال يخدموهم. دبي؟ بدبي. ليه دبي؟ سي ابي تانو دبي لا سمعت اني مان. سو بيسكلي سمثينج ونت رونج ديورينج ذا اكسبيرمنتيشن and birds came to power and they became smarter and they started planning this eggy invasion. So as a user your part is to shoot the birds, kill the birds and save the world. Okay. Oh, wow. Nice. Exactly. That's so amazing. We have different countries, Arabic countries. كل background بيحكي عن country معين، من دبي الى قطر الى كي اس اي جوردني الجيريا لبنان والى ما هنالك. Amazing. So you're into games applications. يعني هلا عندكم بروجيات جديده على غير افكار لعب؟ هيدي اول جيم. هلا بعدنا نطلع. This is our fresh start اجمالا. عم تدرسوا لسه. And ناويين بعد ليه اتس فور فري؟ يعني ناويين بعدين تصير ولا ناويين تتركوها اول وحده؟ صراحة ما في عندنا بلان لبعدين. Basically it's for free, we're testing the market. بدنا نشوف شو الفيدباك اللي رح ناخذه من وراها. قلت لي it's a very good feedback, right? So far yes, انه نعمل half a million download بظرف شهر. It is a very good feedback. طيب وسؤال عفوا عن التمويل، مين مول هذا الموضوع وكيف وصلتوا لهالمرحله وكيف تقبلت ابل ستور مع انه عندها rules and regulations تبعولها بالديزاين وبالفكره تبعيتكم؟ فيك تشرح لنا اكثر عن الموضوع؟ اجمالا ما كان في تمويل، كنا نحن مولنا حالنا بحالنا. يعني انا كنت عم بشتغل بارت الديزاين، جي سي كان عم يشتغل بارت البروجرامينج، which انه it is costly to some extent اذا بدك تجيب حدا external ليشتغل لك. اكزاكتلي. ولبنان خيي كان عم بيشتغل بذات الوقت انتو تو ادفرتايز ذا. خيك اسمه لبنان وانت ارز. واو اهلك مواطنون وطنيون. خيك شو اسمه؟ جورج. وامك؟ ماري. اوكي ما بيكمل مش وطن او دولة. لا دولة لبنان ارز. شرق ارز. حلو. ما كان ود. نايس. God bless you.
ففيك كمل عفوا. سو اجمالا نحن يعني نحن اللي عملنا كل واحد كان عم بيعمل السيجمنت تبعه السيكتور تبعه كل واحد شو الدومين تبعه كان عم بيعطي قد ما فيه وبيسكلي كنا عم نشتغل اوفر تايم لانه كلنا عندنا شغلنا كل واحد كان افتر اورز عم بيشتغل على على الابلكيشن حلو سو اشتغلنا مع بعضنا صعوبه بابل ستور لقينا شويه صعوبه طبيعي في عندهم مثل ما كنت عم تقول من شوي عندهم رولز وريجوليشنز وليميتس واخبار كلها سوا بس انه after a while قالوا لنا انه عندكم يعني حلو. عرفنا exactly شو مفروض تعملوا لتقدروا تنزلوا exactly application it's happening are you enjoying the game عم تلعبوا فيها يعني وين ما تروح نزلوها يلا يلا لعبوا فيك تقول هالشيء عن جد اجمالا هلا يعني في عندنا couple of updates نازلين جديد updates لل لبعدين نعم نعم exactly رح نخليهم شوي هيك under the line It's addictive. طيب مش ناويين تعملوها انه تكون عم تربحوا من وراء هذا الشيء يعني putting efforts عم تشتغلوا اوفر تايم عم كل واحد عم بيحط وبعدين دومينكم وانتم عندكم شهادات بهذا الموضوع واذا عن جد عم تاخذ هالقد سكسس ليه ما بتفكروا تتبنوا هذا الشيء تشتغلوا عليه؟ فكرنا بالموضوع وبعدنا عم ندرس which is the best plan to go further with the game. اوكي. مفروض نوصل لمطرح حكون عم نعمل benefit من وراها. عم ندرس exactly شو الستبس اللي المفروض ناخذهم مع الابديتس هلا بده ينزل وبعد جمعتين تقريبا بده ينزل كمان على الاوفي ستور مش بس على الاب ستور يعني فيكم تعملوا داونلود من الاوفي ستور على نوكيا سو ويتش از اي بلس لنا واجمالا فيري جود نيو ابديتس المفروض يكونوا بنفيشال طب وين بتشوف هيدا الموضوع واصل يعني ما انت كيف مع الموبايل انت بتحب الموبايل عم تقول وعم تحكي جيمنج كمان بنفس الوقت في تطور كثير بهذا الموضوع حتى في كثير عم بيصير ابلكيشنز لها طعم وما لها طعم انت يعني شركتكم اول شيء عندكم اسستوا شركه او بعد يعني do you have a company name اجمالا لا okay. يعني بعدنا كل واحد عم نجتمع ثلاثتنا مع like بعضنا friends. after hours مثل اصحاب عندنا بنقعد سوا بنشتغل كل واحد شغلته okay. كلنا we're planning to get somewhere بكل بساطه هلا في بلانز لقدام بس بعد ما في شيء كثير واضح hopefully very good إلها قصه الفكره بتخلص بتخلصها congratulations ربحتوا مثل بتخلص بس بدها تنتقل حلو يعني it's continuous contagious بتخلص مطرح بدل في عصفور مطرح ثاني زياده غير ما بنربح يعني تربح لا ما بدي انا بحب اربح لا رح تربح رح ضلك ربحان عم خبرك من هلا يعني لا اجمالا في عندها ending at some point بس دائما نحن with the new updates اللي رح ضلنا نعمل لهم release دول جديدة هلا soon enough رح ننزل ليبيا وسوريا to the market كيف بدك اوكي بدنا نزيد exactly هودي updates كمان في عندنا كذا weapon بالجيم وفي عندنا كذا character في عندنا character خليجي هو عم بيطير بيحكي خليجي character مصري هو عم بيطير بيحكي مصري لابسين عبايات هذا الستيل كاركتر لبناني لابس طربوش وشباب بيحكي لبناني طبعا وعم بيحكي لبناني وعم بيطير كمان نايس سو اتس فاني يعني الفكره تبعنا انه نكون عم نضحك اليوزر يعني اتس فيري انتراكتيف وذ ذا يوزر في داونلودز من برات الدول العربيه من برات في كثير داونلودز من برات الدول العربيه لازم نزل لنا يعني جنسيات اكثر اكيد اكيد ما بعدين صحيح عم كثير هلا اجمالا طلعنا ب توب 30 باليوروب باول فتره اول جمعتين ثلاثه سو ات از ا جود فيدباك واو وير براود يعني انه يكون عندنا عن جد شباب لبنانيه بلبنان عم بيقدموا ابلكيشنز وعم بيبينوا يعني بين كل الابلكيشنز الملايين اوف ابلكيشنز اللي عم بيكونوا على اب ستور ذا بيست اوف لوك عن جد اي ويش ذا بيست اوف لوك فكروا فيها بزنس وايز مين بزنس بين اخيك يمكن ماركتينج فكروا فيها عن جد تمدوها كعملوا الشركه اسسوا شركتكم فوتوا بهذا الدومين لانه تطور دائما يعني هيدا هو اللي مسيطر على العالم سو ذا بيست اوف لوك فور يو فور لبنان اند for your European friend CJ جاد ننهي حلقتنا اليوم خبريه كثير حلوه عن صنعة في لبنان اولا لكن بدنا نرجع نذكر بس باسم الابلكيشن بيردي نام نام بيردي نام نام بتلاقوه على اب ستور وسون على اوفي ستور لكن كمان اجين ذا بس بلاك ثانك يو لانك كنت معنا بات ام تي في جاد ثانك يو لانك كنت معنا ثانك يو على الحلقه الحلوه اللي عملناها سوا ان شاء الله تكونوا حبيتوا حلقتنا ونحن بنشوفكم بكره بذات الوقت سي يو See you.